وقفة رياضية مع سالي الهجرسي بعد الفاصل. أخبار الرياضة للتاسعة، أهلا بكم. أعرب الكابتن حسن شحاتة المدير الفني الجديد لفريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي عن أمنيته بمساعدة الفريق على تحقيق البطولات في الفترة المقبلة. وكان المعلم حسن شحاتة قد وقع على عقود رسمية لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد ولمدة موسمين، وذلك خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة. الجدير بالذكر أن شحاتة سيتولى مهام عمله رسميا بعد عودته من البرازيل، حيث سيتم تكريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على هامش فعاليات بطولة كأس العالم 2014، والتي ستنطلق يوم 12 من الشهر الجاري. تأهل 24 لاعبا ولاعبة من أبناء القوات المسلحة لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية الثانية للشباب، والتي تقام في الصين خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد تألقهم في دورة الألعاب الإفريقية للشباب والتي أقيمت مؤخرا في بوتسوانا. استمرارا لإنجازات قطاع الرياضة بالقوات المسلحة في دعم المنتخبات المصرية في كافة اللعبات، فقد تأهل 24 لاعبا ولاعبة من أبناء القوات المسلحة لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية الثانية للشباب التي ستقام بالصين خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد تألقهم في دورة الألعاب الإفريقية للشباب التي أقيمت مؤخرا ببوتسوانا، والتي فازت بها بعثة مصر بالمركز الأول بإجمالي 45 ميدالية متنوعة، حصل خلالها أبطال القوات المسلحة على 24 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية. تأتي تلك الإنجازات بفضل الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للاهتمام بالمنظومة الرياضية واتباع الأسس العلمية المتطورة في إعداد الأبطال الرياضيين في مختلف اللعبات، بما يساهم في إمداد المنتخبات الوطنية بنخبة من أكفأ الأبطال القادرين على رفع اسم وعلم مصر في المحافل القارية والعالمية. تغلب منتخب البرازيل على ضيفه بنما برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بالأمس استعدادا للمونديال. افتتح نيمار التسجيل في الدقيقة 27 من تسديدة مميزة، ليضيف بعدها داني ألفيس الهدف الثاني في الدقيقة 40. ومع بداية الشوط الثاني أحرز هالك الهدف الثالث من تمريرة رائعة من المتألق نيمار، قبل أن يختتم البديل ويليان رباعية البرازيل. وبهذا الفوز السهل ظهر منتخب السامبا بمستوى جيد ومطمئن لجماهيره قبل أقل من 10 أيام على بداية المونديال. ويلعب البرازيل في المجموعة الأولى بجانب منتخبات كرواتيا والمكسيك، بالإضافة إلى الأسود الكاميرونية. قال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان له اليوم أن كريستيانو رونالدو نجم المنتخب الأول للبلاد يعاني من التهاب في ركبته اليسرى، وأضاف الاتحاد أن اللاعب أجرى تدريبات خاصة ومنفردة بسبب الآلام الخاصة في الركبة. وكان رونالدو الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم العام الماضي قد غاب عن المباراة الودية التي تعادلت فيها البرتغال مع اليونان بدون أهداف يوم السبت الماضي. وعلى جانب آخر، أعرب مسؤولون ريال مدريد الإسباني عن قلقهم بعد تجدد الآلام التي يعاني منها اللاعب.